على خسارتها بالثلاثة اليوم أمام منتخب السويد الذي تأهل أولا في مجموعة ألمانيا بطلة العالم. ما هي تشكيلة منتخب البرازيل وهو توزيع اللاعبين فوق أرضية الميدان؟ ملعب كله مملوء بعشاق، تقريبا أغلبية أو ثلثي مدرجات الملعب مملوءة بالجماهير البرازيلية وبالأعلام الصفراء والخضراء التي تزين مدرجات ملعب سبارتاك موسكو الذي يتسع له 40,000 متفرج. تحفة أيضا من تحف روسيا، تحفة من تحف هذا المونديال الذي نعيشه في ظروف رائعة وجيدة جدا على كل المستويات. روسيا رفعت السقف عاليا في من حيث التنظيم ومن حيث الحفاوة. طبعا حكم هذه المباراة هو الإيراني رضا فرغني الذي سيدير هذه المباراة الثالثة لمنتخبي صربيا والبرازيل. البرازيل على يمين الشاشة طبعا، وضربة الانطلاقة ستكون لجابرييل جيسوس. هل سيفعلها منتخب صربيا بأرمادة من اللاعبين المتميزين؟ هل سيواجهون البرازيل متحررين أم بعقدة مواجهة منتخب البرازيل؟ هل سيخدمهم ما فعله كوريا الجنوبية اليوم وما فعلته السويد والمكسيك عندما أطاحوا بمنتخب ألمانيا؟ أسئلة كثيرة تطرح، الجواب سنعرفه بعد 90 دقيقة من الآن. كولاروف الروس والتغطية، والحكم يقول خطأ. متروفيتش لم يلتقي في هذه الكرة من أمام تياغو سيلفا وخطأ، يصفر حكم المباراة وأول إنذار شفوي. أنت عندك بطاقة. هناك أمر ما بالنسبة لمارسيلو الذي لم يعد قادرا. لا 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 أعتقد بأنها إصابة، لا أعتقد بأنها إصابة، بل أمر داخلي يعني يحدث لمارسيلو، حدث فجأة لمارسيلو قد نعرف. تسديدة ولولا، أول محاولة للتسديد من فيليبي كوستيش لاعب نادي هامبورغ. خطيرة وتوزيع خطيرة بالرأس، بابا 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 والدفاع. جيسوس ونيمار ونيمار ونيمار، والتغطية من ألكسندر كولاروف. اللاعبون الصرب وكأنهم معجبين بما يفعله البرازيليون، رغم أنهم لم يفعلوا أشياء كثيرة لحد الآن، ولكن هكذا عندما يتفرجون. جيسوس جيسوس با 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 با، الدفاع نيمار لجابرييل، جابرييل في المراوغة، الدفاع يصد خلف المدافعين، هرب لهم. شوف شوف كيف هرب جابرييل جيسوس، هنا لم تكن متسللا يا جابرييل. حكم خلى اللاعب نيمار يلحق نيمار. الحكم يصفر خطأ على آدم العيش. ماذا هنالك؟ ماذا هنالك سيدي الحكم؟ تعال يقول له هذا واحد من اللاعبين. في الكرة خطيرة، بابا بابا بابا، جول 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 جول، نيمار لمرة لباولينيو، جول البرازيل. ملعب سبارتاك موسكو ينفجر في هذه اللحظات. يا لها من تمريرة، نيمار الممرر، نيمار البارع، نيمار الفنان، حتى مباشرة في اتجاه باولينيو الذي قلت لكم عنه بأنه يضفي الإضافة على لاعبي منتخب البرازيل. شوف الكرة من كوتينيو وليس من نيمار، كوتينيو حطها لك على الطبق، دخل من هنالك باولينيو، وجول لمنتخب البرازيل. كوتينيو كما نيمار، نيمار كما كوتينيو، ولكن باولينيو وحده. ما زالت لهم أربع مباريات حتى يفوزوا بكأس العالم، وبالتالي يخوضون هذا المونديال بأريحية، بنمط وبنسق وبرتم تصاعدي من مباراة إلى أخرى، وكأنهم مدركون بأنهم سيلعبون سبع مباريات في هذا المونديال. الكرة في التماس في المخالفة لصالح نيمار بعد هذا المسك من قبل دوشان. رايح الكرة دي نيمار، بابا بابا، خطيرة بشكل رائع من نيمار، كاد يسجل جول ثاني. يا سلام، فضل يسدد على طول، اللعبة كانت رائعة من فيليب لويز. نيمار بابا بابا بابا، خطيرة، والحارس يا له من باولينيو. يا سلام، هذا الذي قلت لكم بأنه يضيف الكثير لحظات من عمر المباراة. نهاية الشوط الأول من لقاء البرازيل أمام صربيا بالتعادل، بالتفوق المنتخب البرازيلي بهدف مقابل صفر لحد الآن. طبعا التفوق منطقي بالنسبة للمنتخب البرازيلي. أعود وألتقي بكم بعد حين بإذن الله مع بداية الشوط الثاني. سلام.
زميلي الأخضر وضيوفك سيكون لديك الخط بعد حين، تفضل. ويليان 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 أرضية، دفاع من هنالك ميلينكوفيتش يخرجها ظل التماس، يقول حكم المباراة نيكولا ميلينكوفيتش 20 سنة شفتوه في دور كرة جول. نيمار نيمار جابرييل جيسوس كوتينيو كوتينيو نيمار ونيمار والحارس ديجي غادي يكون يرجع لروكا فينا بابا 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 خطيرة كرة جول هي الأخطر لصربيا ولألكسندر ميتروفيتش كاد يعدل النتيجة مثل ما فعلت كوستاريكا هنالك أمام سويسرا. يا أليسون تاديتش تاديتش يوصلها التسديدة لكنها بعيدة زي عبر القائمة الثانية بابا بابا خطيرة ألكسندر ميتروفيتش التقى ضربها بالرأس، هل كان هناك خطأ أم لا؟ شوف لحظات رائعة نيمار بابا 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 جول فاغنار يسجل أول هدف مع البرازيل. الكبار يسجلون والصغار يسجلون، القدماء يسجلون والجدد يسجلون. فاغنار في مباراة السادسة فقط مع منتخب البرازيل يهز شباك الحارس تايكوفيتش ويسجل جول ثاني للبرازيل من كرة ثابتة من ركنية لنيمار. فاغنار يلتقي ويسجل جول لن ينسى في حياته فاغنار، لن ينسى مشاركته في المونديال وعمره 29 سنة. شوف كيف خرج في القائمة الثاني بوم حطها في الجول. بل تياغو سيلفا هو اللي سجل، نعم بالرأس تياغو سيلفا وفيليب لويزو بابا 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 قوية فيليب لويزو والحارس تايكوفيتش يصد. ينتفض البرازيليون في هذه اللحظات من صعبة خطيرة بالرأس وراح تعالي من يمكن بابا 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 غلا تمريرة من أروع ما يكون في اتجاه ويليان، ويليان يبحث عن نيمار ونيمار كرة عالية راحت لفيرناندينيو بابا 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 جاءت من الخصم هذه الكرة نيمار